في اطار محاربه الجريمه بشتى انواعها لا سيما جرائم الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقليه وعلى اثر ورود معلومات مؤكده الى عناصرنا بالمصلحه الولائيه للشرطه القضائيه بامن ولايه ولاد جلال مفادها قيام شخصين بترويج المخدرات وكذا المؤثرات العقليه اين تم اعداد خطه عمل محكمه مكنتنا من توقيفهما على متن مركبه من نوع نيسان نافارا رماديه اللون وحجز كمية من المخدرات يقدر وزنها الإجمالي ب 4 كيلوغرام و48 جرام، كما تم حجز أيضاً كمية من الأدوية الصيدلانية ذات الخصائص المخدرة والمؤثرة عقلياً من نوع بريكابارين 300 جرام، يقدر عددها الإجمالي ب 1770 كبسولة، بعد استيفاء جميع الإجراءات الجزائية سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة قضائياً.